مرة أدخل الديكور أتخيل نفسي الشخصية اللي بتمثلها شهير. أنت كان نفسك تبقي ممثلة؟ مش بتخيل نفسي شهيرة، بتخيل نفسي الشخصية اللي بتمثلها شهيرة. مالك يا ماما؟ الدم اللي في صباعك ده. حاولي تقدري أنا قد إيه بحاول نعيش حياتنا بشكل طبيعي. أنا تعبت. مها؟ أنت اللي جايبك هنا؟ مها من وهي صغيرة بتحب تشوف الفيلم ده كل يوم تقريبا. حافظاه. انت جيتي هنا مع شريف؟ شبابيك شبابيك الدنيا كلها شبابيك والسهر والحكاية. شايف انها حاجة غريبة قوي، مرت سنين طويلة بيني وبينك وانت شكلك زي ما هو، ما بتكبرش ابدا. ما انت بتقولي ايه؟ وانت تعرف ازاي اللي في خيالي؟ مش هينفع. مصطفى خيالك التفاصيل واضحه فيه للدرجه دي؟ يا ابراهيم ايه؟ حاسب حاسب تجننتي يا مها؟ في ايه؟